يعني من خلال ان انت عايز تقدم حاجه للشباب، عايز تقدم خدمه سيرفيس للاعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي، ولا حضرتك يعني نقلت؟ اصل الصراحه الكلام اللي انا بسمعه دوت واللي انا رايته، انا خلاص ما بقتش بسمع، انا دلوقتي شايف، شفت اوريدي الحمد لله. الملتقى التوظيفي، وشفت اوريدي الناس وهي بتتفاعل. الكلام ده لا يحدث الا في الخارج، لان في كل انديه العالم، الانديه الكبيره، المؤسسات الكبيره، بيبقى ليها خدمه مجتمعيه، سوشيال ريسبونسبيلتي. ممكن طبعا تلاقي الكلام ده في نادي مانشستر يونايتد، في ليفربول، في الانديه الكبيره، بيبقى ليها جانب مجتمعي. صراحه انا اول مره اشوف الموضوع دوت الا من خلال النادي الاهلي، ودي حاجه انا فخور بيها. حتى لو قدرتوا توظفوا شخص واحد بس، لا ان شخص شاء الله، واحد بس، ان شاء ده الله ده هيبقى اكتر انجاز من يعني. كده لو كتير. شخص واحد بس، الواحد هيرفع لكم القبعه. لا ان شاء الله هنشغل اكتر من كده كتير. هي القصه كلها ان دي المسؤوليه بتاعتنا احنا، مجلس الاداره هو المفروض ان هو بيهتم بالنادي كله في كل النواحي، فده دور مهم جدا ان احنا نقدم خدمات كويسه لاعضاء النادي بتاعنا. وزي ما بقول لك احنا قوه كبيره جدا، احنا تقريبا اول او تاني نادي في مصر في عدد الاعضاء تقريبا، احنا والشمس. نعم. فطبعا عدد الاعضاء الكتير ده لازم ان احنا نحاول نخدمه بشتى الطرق. مسؤولية وعبء، طبعا مسؤولية عبء وعبء كبير كبير، جدا، عبء وده دورنا كبير. احنا جايين علشان كده يعني. هو مسؤولية وعبء. وبعدين انت لما بتقدم لأي أسرة فرصة عمل، في صراحة، خلينا برضو، انا هتكلم حضرتك برضو من الشباب، وانا واحد من الشباب، وانا دايما بميل الى الشباب مع كامل احترامي وتقديري لاي حد، لكن انا هميل للشباب، لان انا حاسس وبمريت، كلنا مرينا بنفس طبعا بنفس الظروف الظروف اللي بالظبط. كل شاب مر بيها. انا دلوقتي تخرجت من الجامعه، ومع مشكلتي همي ان انا الاقي اي شغلانه، وتلاقي ناس بتشتغل شغلانات بعيده تماما مش على الكارير مناسبة للكارير. اللي هو درسه. فلما حضرتك بتقدم له فرصه ان هو يلاقي وظيفه، انت كده يعني ما هتاخد دعوات لغايه يعني، هتشوف بس الدعوات اللي هتاخدها من يعني اولياء امورهم، فدي حاجه انت بتقدم لهم خدمه عمر. طبعا انا طبعا مش بقدمها لوحدي، ده مجلس الاداره ما انا كله، بتكلم لان كمجلس اداره مكتمل. الناس عملت لي طبعا سبورت جامد جدا، وكانوا بيسبورت الفكره جامد جدا بجد. الباشمهندس محمود طاهر، انا من ساعه ما طرحت عليه الفكره في الحمله الانتخابيه وهو بيضغط عليا من ساعتها، بس احنا حصلت ظروف طبعا، ان احنا كان في اولويات طبعا، كان في انشاءات، كان في الشيخ زايد، كان في حاجات كتيره في نادي اهلي الجزيره محتاجه تتعمل، واهلي مدينه نصر، فطبعا كانت ليها الاولويه في الاول، وفي ظروف حصلت في المجلس طبعا ادت ان احنا ناخر الموضوع شويه، لكن احنا صممنا ان احنا نعمله طبعا زي ما وعدنا الناس. والحمد لله ربنا كرمني طبعا بشركه كبيره تيجي تنظم الموضوع، اللي هي شركه جوب ماستر. طبعا هي شركه متخصصه جدا في أو القصه حتى دي. الاسم نفسه بي 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 بيعبر يعني، هي في يعني جوب ماستر، يعني هي إدارة أو تخصص في التوظيف. بالظبط بالظبط، هي متخصصه طبعا في الحته دي، وتعتبر من اكبر الشركات في القصه دي. والصراحه ساعدونا كتير قوي ان احنا نطلع بشكل تنظيمي كويس، وكنا طلبنا منهم كمان ان احنا نعمل سيشنز او ندوات في اللي هي اللي انت عرضتها من شويه في جميع فروع النادي في مدينه نصر والجزيره والشيخ زايد، علشان يروحوا يعرفوا الناس ازاي تكتب السي في بشكل احترافي كويس، وازاي ان هم يقدموا دي في نقطة مهمة الملتقى جدا، التوظيفي بشكل فعال. نقطة مهمة طبعا جدا. في ناس بتبقى على أعلى مستوى، ولكن إنك تقدر تقدم السي في بتاعك أو السيرة الذاتية، إن أنت تعملها بشكل معين، بترتيبة معينة، بإنك إنك تحط حتى يعني لو هنتكلم في الوورد بقى، وأنت بتكتب الموضوع على الكمبيوتر، بيبقى ليه حتى طريقة وشكل، في إن اللي قدامك لما بيقراه بيحس إن أنت راجل ذو خبرة، بالظبط فبيبتدي يحطك في كادر تاني، يهتم اكتر. فدي دي خدمات رهيبه يعني، خدمات جميله جدا جدا جدا. انت مش متخيل، انا يعني في قمه فرح ان انا بسمع وبشوف الحاجات دي، لاني واحد من الشباب، وبيبقى في ناس كتير جدا ما تبقاش عارفه حتى يعني ايه تكتب سي في، ازاي اكتب طبعا سي في، انا عايز اشتغل، انا راجل مؤهل، معايا مؤهل عالي، معايا مؤهل كذا، عندي خبرات كذا، بس مش عارفه اكتب سي في. دي صح حاجه جميله جدا. بالظبط، فلازم طبعا ليه شكل معين. وهم الناس مشكورين طبعا، جابوا لنا ناس على مستوى عالي جدا يوروا الاعضاء ازاي الموضوع يتكتب، وفعلا عملنا الندوات في الثلاث فروع. وانا مؤمن طبعا ان نجاح اي حدث بيتعمل لازم بتبقى في التنظيم الاول، وبعدين في يوم الحدث ان هو يعمل، وبعد كده المتابعه. فاحنا ان شاء الله خلصنا قصه طب انا برضو التنظيم. يعني هسال حضرتك سؤال مهم، حضرتك عملت الفعاليات في الثلاث فروع، في الثلاث فروع يعني اللي موجودين شباب الشيخ زايد راح وحضر وشاف وقدم سيفيهاته، اللي موجود طبعا المقر الرئيسي في الجزيره وما يحيطها راح وقدم سي فيه وتفاعل مع الناس، الناس سكان مدينه نصر ودول عددهم كبير برضو كمان راح وقدم سي فيه تمام. وتفاعل، يعني انت كده قدمت السيرفيس لكل يعني الثلاث مناطق جغرافيه، خدمه رهيبة جدا يعني. بالظبط،
وبدعوهم بقى طبعا كل اعضاء النادي ان هم يجوا يوم الملتقى. هو طبعا معمول في نادي اهل الجزيره في الصاله المغطاه، احنا خدنا المكان طبعا اللي هو اقرب، هيبقى الاقرب للناس كلها، لان هو لازم يبقى في مكان وسط واحد. وسط البلد يعني بالظبط، في وسط البلد. وكمان مش كده بس، احنا كمان هنحاول ان احنا نقدم طبعا، من احنا من الرعاه بتوعنا اوبر، فطبعا ان شاء الله هنتفق معاهم برضو ان هم يعملوا سيرفيس. اولا هم نازلين طبعا في المؤتمر، الناس يعني هيلفول جدا جدا، وبرضو احنا متفقين معاهم ان هم يعملوا سيرفيس، ان هم يعملوا برضو اللي هي بروموشن كود اللي بيبقى بديسكاونت عالي جدا، عشان يجيب الناس، عشان نسهل عليهم حتى ما يبقاش في زحمه في اليوم بتاع. لا دي حاجه جميله جدا. طب انا اسال حضرتك سؤال مهم جدا، هل تم التفاعل مع اي جهه من جهات الدوله بهذا الشان؟ يعني سالت وزاره الشباب والرياضه، اللي هي اكيد هي المنوطه اصلا، يعني دي شغلتها الرئيسيه الشباب، يعني وزاره الشباب هي شغلتها الشباب، هل في اي تنسيق ما بينكم وما بينهم في هذا الشان؟ لا، هو الصراحه في الحدث ده هو ما فيش تنسيق، بس يعني هو النادي الاهلي سباق. انا مقتنع ان شاء الله لو الفلو او الناس تدفقت على المؤتمر ده كتير بشكل كبير ونجح، يعني هو نجاح المؤتمر بيرتبط بشقين. الشق الاول ان انت تجيب شركات متنوعه كبيره يكون فعلا عندها وظائف خاليه، ده الحمد لله حصل. الشق الثاني ان اعضاء النادي يتوافدوا على الملتقى عشان يجوا بشكل كبير، فتثبت للناس ان انت عندك ناس كواليفايد او مؤهلاتهم كويسه ان هم ياخدوا الشغلانات دي، ويبقى عددهم كبير، فالشركات دي يبقى عندها الداتابيز جاهزه في اي وقت تقدر تكلمهم لو فضي عندهم وظيفه ثانيه. فاحنا الناحيه التنظيميه وان احنا نجيب شركات الحمد لله ده تم على خير. الناحيه الثانيه بقى، احنا الكوره في ملعب طبعا الاعضاء ان هم لازم يجوا، وانا بقول لكل شباب النادي تعالوا، عشان فعلا في مئات فرص العمل هتتوافر، واحنا نفسنا نقدم لكم. حتى اللي بيشتغلوا، حتى اللي شغال، انت هتيجي هتسمع كلام قد يعني يزود من خبراتك، يزود من امكانياتك، تفهم دنيا اكتر، تفهم ازاي تتعامل مع مديرك، تفهم ازاي تتعامل انك تخش جوه مؤسسه، الفرق ما بين مؤسسه انترناشونال ومؤسسه عاديه، حاجات يعني هتبقى بتثقف الشاب اللي بيحاول ان هو يصارع فيه انه يعمل كارير، يعمل مستقبل. طبعا، وانا بقول لك انا يعني على يقين ان النادي الاهلي هو سباق، وانا متاكد ان هو الانديه كلها هتبتدي تطبقها بعد كده ان شاء الله بعد نجاح الملتقى اللي احنا عاملينه.